السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي الكرام على قناة رشيد بوان بوكس. في هذا الدرس سوف نتطرق إلى موضوع وهو كيف حل مشكل بطء الجهاز وتشنجه أثناء التصفح على النت. هذا الدرس إن شاء الله سوف يكون شامل لأي متصفح كان، جوجل كروم، فايرفوكس وغيرها. أول خطوة نقوم بالنقر على الزر ديماغي وآخ. بعدها ستنبثق لك نافذة على هذا الشكل. قم بكتابة ريجيديت. بعد ذلك قم بالدخل على زر انتر او الدخول. ستنبثق لك نافذة على هذا الشكل. قم بالذهاب الى المسار التالي، ثم سوفتوير، ثم البحث على مايكروسوفت، بعدها الويندوز، ثم هذا الخيار، ثم اكسبلور. بعد وصولنا هذا الخيار نقوم بالدخل على الزر الايمن الماوس، ثم نوفو، ثم فالورد وورد 32 بايت. اذا كان نظام تشغيلك يشتغل على 32 بايت ما عليك هو الدخل على 32 بايت. اذا كان يتميز ب 64 بايت ما عليك هو الدخل على الزر 64. كيف معرفة ان حاسوبي يتميز ب 32 بايت او 64 بايت؟ نقوم بالذهاب الى الاورديناتور، ثم ندق على زر ايمن الماوس، ثم بروبريتي. بعدها ستنبثق لك نافذه على هذا الشكل، ثم تيوب دو سيستم، سيستم ديكسبلوطاسيون 32 بايت. اذا كان حاسوبك يتميز ب 64 بايت ستجد هنا 64. ثم نوفو، ثم فالورد و 32 بايت، ثم كتابه ديسكتوب بروسيس. نقوم بالدخول الى هذا الملف الذي انشأناه، ثم نغير الصفر الى واحد، بعدها اوكي. من هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. اذا عجبك الشرح اضغط ليك، واذا كنت اول مشاهد على قناة رشيد بوان بوكس لا تبخل علينا بالاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة ان شاء الله.